السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا يا هلا. هنا نكمل تفسير الآيات التانيين. يا حبيب قلبي، يقول الله عز وجل قلناهم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بل كذبوا بالساعة، واعتدنا لمن كذب بالساعة إيه؟ سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. هم بقى واقفين في المكان ده، لو مكان صغير في الجنة، يدعو يا رب احنا آسفين يا رب، عايزين نرجع تاني يا رب، اقعد ادعو ادعو لبكرة، ادعو خلاص انت خلصت الموضوع، خلص. ثبورا يعني ايه؟ يعني هلاكا، ادعوا خلاص الدنيا خلصت، او اللي انتوا عملتوه خلاص اتكتب، وانتوا شفتوا بقى اللي انتوا عملتوه. اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ادعوا ثبورا ذا كثيرا. طب اللي انتوا فيه ده ولا الجنة بقى؟ الجنة اللي كنا بنتكلم عليها في الجزء الاول من الحصة، التي وعد المتقون لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. يعني ربنا وعدنا بكده سبحانه، وهو أوفى سبحانه وتعالى من أي حد بوعده. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي أم هم ضلوا السبيل، ولا يا رب إحنا ما عملناش كده، سبحانك يا رب ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، عشان كده فقد كذبوكم بما تقولون فلا تستطيعوا صرفا ولا نصرا، فاللي يظلم منكم هياخد عذابا ايه كبيرة. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم برضك لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق، ولكن ربنا جعل بعضكم لبعض فتنة، وربنا بيقول لنا اتصبرون وكان ربك بصيرا. بقية الايات يلا نكملها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طبعا الآية الأخيرة دي بتوجع القلب أساسا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا بقى لولا أنزل علينا الملائكة أو نشوف ربنا. هم كده بص وصلوا بقى لإيه؟ لأعلى الكفر، عتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم يومئذ للمجرمين. خلاص بقى انتوا شايفين الملائكة، أصل ساعتها بقى الملائكة مش هتبشركم، لأ دي خلاص بقى ده داخلين على النار، على النار أعوذ بالله. طب واللي عملوه بقى من خير، من بناء مستشفيات، من معرفش ايه، مساعدة الفقراء، وهم أصلا مش مؤمنين ولا مسلمين، كل ده ملوش لازمة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طب يا ميسي، طب دول عملوا حاجات جميلة جدا وعملوا خير، ليه ربنا ما يديهمش ثواب؟ عشان هم أصلا ما آمنوش بربنا. يعني أنتوا ما تآمنوش بربنا وكمان عايزين ثواب؟ ازاي يعني؟ ما هم انتوا عايزين تؤمنوا بربنا خدوا الثواب، يعني عايزين تعملوا عمل الخير وتكفروا بربنا سبحانه وتعالى وكمان عايزين منه في الاخره يديكوا ثواب؟ ايه ده ايه ده، في ايه؟ ما انتوا كفرتوا بيه في الاول عشان كده ما لكوش اي عمل.
اعملوا اللي انتوا عايزين اعملوه في الدنيا، خدوا ثوابكم بقى من الناس، اتراء الناس عليكم والناس تقول لكم ما اعرفش ايه وان انتوا ايه وان انتوا ايه، لكن انتوا في الجنة مالكوش نصيب. هو ده الكلام الصح. وقال اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيما. هنا بقى الجنة خلاص، هنا الجنة هيكون بقى احسن مستقر، مستقر بقى خلاص. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يبدأ بقى ايه يوم القيامة. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ربنا ينجينا يا رب. ساعتها الظالم يعض على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول وكيلا سبيلا، يا ليتني، يا ريتني سمعت كلام الرسول اللي جالي، يا ريتني لم اتخذ فلانا خليلا، الشيطان او غيره او غيره اللي بعدوني عن طاعة ربنا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. ضحك عليه وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. ودي كانت الشكوى، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا ربنا ان قومه يعني اهله اتخذوا القران بكلامه الجميل ده، سبحان الله، كلام ربنا، هجروه، هجروه في العمل، هجروه في القراءه، هجروه في التلاوه، هجروه في الحفظ، كل دوت. فيجب علينا ان نرجع الى الله سبحانه وتعالى ونرجع إلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. إحنا كام؟ إحنا 9، الآيات 30، يعني كل واحد يقرأ كام؟ يعني قعد يخلط آيتين تلاتة كده. يلا بينا نبدأ بك يا بتول، اتفضلي. ماشي. أول 3 آيات يا ميس. أول 3 آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نفورا. شكرا يا صدق قلبي. الله. يلا يا آدم، جزاك الله خير يا قلبي. يلا يا دودو. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون فقد جاء بهم النذير. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. ثواني ثواني ثواني، فقد ايه؟ فقد جاءوا، ولا قلت فقد جاءهم؟ انا سمعتها فقد جاءهم. فقد جاءوا جاءوا. كمل بقى، كمل يا روحي. ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها عليه اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. شكرا. يلا يا آية. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كملي. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. مين؟ انا اقول لك اوف يا طوق. يلا كملي. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. شكرا شكرا يا روحي. يلا يا دارين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب ذلك واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها
طويلا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا لا مش مقرنين، وإذا هو إذا ألقوا. وإذا ألقوا لها مكانا ضيقا وإذا ألقوا إيه؟ ألو؟ ألو؟ هدودو؟ يا دارين؟ دارين أنت قفلتي المايك. يا دودو الو، المايك علق. طيب خلاص ماشي. طب يلا يا ملك عاصم، واذا القوا منها ملك. نعم يا أسفل حضرتك. ايوه يا روحي اتفضل. واذا القوا منها هي أي كلمة مش أي كلمة انت مش عارفه اقرا اني ايه. طيب خلي ركزي معايا عشان اجيبك تاني. في بتول تانية غير البتول الاولاني. يا بتول مش دي مش عارفة أسخنه. نفس حسابك يا بتول ده. لا مش دي تقريبا أولى إعدادي أو ستة ابتدائي، دي مش معانا في ثانية إعدادي. ما ايه دخلها معايا يا بتول؟ اللي داخله باسم بتول. يا مس أنا اللي بتكلم بتقول وليد، طب انتي سنة كام يا روحي؟ والله أولى إعدادي. انتي اولى اعدادي. انتي سنة كام يا اه بتول؟ طب ده تاني اعداد يا روحي، انتي قاعدة معانا من الصبح يا حلاوة. انتي مش عارفة مين معاكي في الفصل. انتي تاني اعدادي ولا اولى اعدادي يا بتول؟ الصوت عمال يقطع. الو اللهم صل على النبي. هي قاعدة معانا بقالها ساعة تقريبا وفي الاخر لا اكتشفت. مش لسه اخذت. لا كانت داخله الحصه اللي في الجزء اللي فات برضه، كانت قاعده معانا وعماله تسمع. لا اله الا الله. ماشي محمد علاء. يلا يا لول كمل كمل يا ابني يلا، عشان محدش عارف احنا وقفنا فين. فاكر عارف انت فين ولا لا؟ وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا ضيقا استنى مقرنين دعوا ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. شكرا شكرا. يلا يا طيب يلا يا حبيب. نعم نعم يا مس. نعم يا سك كمل يا روحي. عارف احنا فين برضك ولا لا؟ أنا اللي قبل كان مالك. مالك صح؟ كان تمام. تقريبا بدأت من وإذا ألقوا. واللي قرأ محمد علاء مش بنت خالص. لا تمام. اه ايوه انت كنت فين بقى ساعتها بقى؟ يبقى انا لخبطت. اصلا انا سمعت يا مس اللي قرأ، بعدين مش عارف حصل حاجة ولا ايه بالظبط. لقيت حد بيقول له في اولى ده كده يعني. طيب احنا طيب وقفنا عند لهم فيها ما يشاءون خالد، كمل بقى. ويوم يحشرهم ثانية. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فيقول أأنتم أنتم أظلمتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذي أحد الذي معلش يا مصر المايك تمام.
حتى نسوا ايه؟ تنسى ذكرى وكانوا قوما بورا. بورا. فقد بورا فقد كذبوا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذيقه هو عذابا. نذقه عذابا كبيرا. لا انت واضح وما ان انت مش نسمع حافظ الايات دي اصلا. ايه رايك؟ يا ويلك يا سواد، دي لك الاسبوع الجاي لو انت ما حفظتش. لا خفيف انا شمس. سايباكوا بص براحتكم. اها، وعرفوا التسميع والامتحان هيكون الكاميرا مفتوحه. انا تمام قد اعذر من انذر. ماشي ماشي براحتكم عادي، ولا وكأني سمعت حاجة. ماشي يا سيدي، شكرا يا روحي، يلا بينا. سيف الله اسمك جميل، يلا يا بسم باشا. الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجا محجورا. قدمنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شكرا يا حبيبي. مين ما قرأش آية تقريبا؟ آية قرأتي؟ أيوة بس قرأت مرة. مين اللي قلت له استنى ورجعته؟ ملك؟ ملك يا ملك يا لوكي. مع حضرتك يا مس. أيوة يا عسلية، يلا. عارفة أنت فين بقى؟ إحنا وقفنا المرة دي ولا؟ برضه؟ يا اللي يوم بعدها. يوم ملك. لا، الآية اللي بعدها أصحاب الجنة، يلا. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ثواني. ويوم يعض ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني يا لم ويلتى اتخذ فلانا. يا ويلتى يا ويلتي يا ويلتي يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني، وكان بعد الشيطان إذ مش للانسان. بعد أن بعد إذ جاءني. بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعتبر اكتر واحدة قرأت في الآيات يعني. ماشي يا حبيب قلبي، ربنا يكرمكم. انا عايزين نحفظ المعاني بتاعت الدرس ونراجع على ايه والصورة كويس كده، اتفقنا؟ دلوقتي بقى هنراجع بقى ايه، خدنا الدرس الاول اللي هو مفهوم الدين، هنراجع عليه مع بعض. يلا نفتحه. هراجع بس مش هقعد اشرحها استفاضة، لا مجرد مراجعة. هنا بيتكلم عن ايه هو الدين. في عندي اول في حاجات انا قلت خططوا عليه. أول حاجة إن الدين في التصور الإسلامي هو المنهج السماوي اللي عند قالت أسماء دي، هنخطط إيد عليه، الذي ينظم أمور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية. يبقى دي إيه؟ ده اسمه المنهج الإيه؟ السماوي. وهذا يعني أن الدين هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى نزل على نبي من الأنبياء ينظم حياة الناس ويحقق لهم الأمن والأمان. اللي اتبع الدين يكون مؤمن وفاز في الدنيا، ومن أعرض وانحرف باء بغضب من الله. هنيجي بقى ننزل شوية تحت، بيقول لك هل العقائد الغير ربانية والفلسفات البشرية دي ديانات؟ لا، هنقوله لا، إن دي ملهاش ديانات، لأنها أصلا بتقوم على إنكار وجود ربنا سبحانه وتعالى، وإن الحياة بالنسبة لهم مادة زي النظام اللي هو إيه الشيوعية، وده كان نظام فاشل وفي الآخر برضك تم إيه هدمه. طب نرجع تاني للسؤال اللي بعده. الإسلام هو يعني إخلاص العبادة لله والاستسلام له بالتوحيد والانقياد بالطاعة والعبودية والاستجابة. طب ليه أنا بطيع وأعبد ربنا سبحانه وتعالى؟ لأني ربنا خلقني عشان كده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب يا ميس، يعني إحنا ملناش كده أي هدف في فيدي، أنا مش عايز أعبد ربنا.
ماشي براحتك ما تعوضيش، بس انت اللي خسران، ان العباده هي اللي هتوصلك للجنه وما من فيها من نعيم، واتكلمنا عنها في الجزئيه الاول من الحصه. فقد انزله الله سبحانه وتعالى على ادم ونوح وكل نبي وكل رسول نزل، قال ايه؟ اعبدوا الله وحده لا شريك له. فبينفع ان يكون انا مثلا مسيحي او يهودي؟ لا، ربنا قال بس الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. طب لو انا يهودي يا ميسو وابويا وامي يهود وجيت اتولدت، هل لازم ادخل مثلا الاسلام عشان ربنا يخفى لي؟ ايوه، لان كل دين من الديانات دي مكتوب فيها ان في رسول هيجي اسمه احمد امنوا بيه. مفيش دين ما بشرش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا الديانات الايه، ان كل الديانات هي دين واحد، دين الله سبحانه وتعالى هو الاسلام. انما نزلت شرائع، شريعه هنا وشريعه هنا، كل قوم ليهم ايه حياتهم وتقاليدهم، ربنا سبحانه وتعالى نزل عليهم شريعه خاصه بيهم، لكن الدين عند ربنا واحد. وكل شريعه نزلت قالت ان الاسلام هو الدين ربنا سبحانه وتعالى. كل نبي يدعو يقول اني من المسلمين وجعلني من المسلمين وانني من المسلمين، كل الايات بتدل ان كل الانبياء وكل الرسل كانوا بيصلوا وكانوا بيصوموا زينا على فكره. طب ايه الدليل؟ ليه مثلا ان كان سيدنا سليمان، سيدنا سليمان ربنا سخر له حاجات كتير جدا، من ضمن الحاجات اللي سخرها ان يعني كان ليها في حصنه ليها جناحات، عارفين اللي بيتفرجوا عليها يقول لك حصنه خياليه والكلام ده، الحصنه دي كانت موجوده فعلا يعني سيدنا سليمان، وقعد يتفرج عليها قعد يتفرج عليها لغايه ما غصب عنه صلاه العصر راحت عليه من كتر جمالها. بص للسماء لقى الشمس غابت عليه، راح قال ايه؟ اني احببت الخير عن حب ربي، انا حبيت اتفرج على الحصنه والكلام ده عن ذكر ربي، عن ذكر ربنا، حتى توارى بالحجاب لغايه ما الشمس غابت وما صليتش العصر. يعني معنى كده في كان في صلاه عصر، ممكن يكون شكلها اتغير او شكل مش زي الصلاه بتاعتنا، بس كانت في صلاه العصر. راح مسك الحصانه دي كلها فاخذ مسحا بالسوق والاعناق، راح مقتلهم كلهم، عشان كده مفيش منهم تاني، عرفتوا؟ بس فقالت الايه المعلمه، هي الرسالات اللي نزلها ربنا سبحانه وتعالى خاصه لقوم معينين، ولكن لما ربنا سبحانه وتعالى شاف ان البشريه ينفع انها تتصل ببعضها، راح ارسل سيدنا محمد برسالته الخاتمه الشامله، وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. طيب وبعدين في عندي، والله الخالق هو سبحانه وتعالى الذي انزل دينه وشريعته على عباده لينظموا امور حياتهم، وده المنهج الرباني اللي ربنا نزله عليه. بعد كده قلت لكم في حديث حطوا عليه مربع كده، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. فالعلاقه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ودينك هي المنهج اللي بيمشيك في حياتك، ايا كان ايه نوع حياتك، واي الروابط اللي انت بينها وبين الجماعات اللي حواليك والثقافه وكل شان من شؤونك. عشان كده يجب علينا اتباع الدين كاساس من اسس تنظيم حياتي، مش مجرد بس اتباعه وخلاص. بس ادي الدرس المجرد الجميل ده، فاضل لي الدرس اللي بعده اللي هو التوحيد، ده ان شاء الله هناخده الحصه الجايه مع بعض، عشان ده ما خدناهوش الاربع اللي فات، هناخده باذن الله الحصه الجايه. اشوفكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.